السلام عليكم. سلام مرحبا اختي. شلونك ببابي؟ الحمد لله الله يسلمك. شنو عندكم اليوم الوان موجود. واشكال من الطماطم الكرزية؟ عندنا الشيري الحلو. اي نعم. الاصفر الحلو، البرتقالي. وهذه بعد؟ البنفسجي. اي نعم. عندي العدوق الطماطه. اي ما شاء الله هاي وايد. السبانخ. هذه كلها على العرق. اي عندي الخيار. اي نعم. كل شيء موجود عندي. بغيت الله يسلمك كيلو سبانخ وكيلو طماطم شكل ان شاء الله. وعندنا القرنابيط بعد البنفسجي، وعندك الزعفراني بعد ها؟ اي نعم الاصفر. اي نعم روعه. والبروكلي ذي كلها بحريني ها؟ اي نعم. كم الكيلو؟ هاي بالحبه اختي، الحبه 500 فلس. 500 فلس، اوكي. والبنفسجي؟ البنفسجي 500. اوكي تمام. والاصفر 500. اي ما شاء الله، تعطيني كيلو سبانخ لو سمحت. كيلو سبانخ. شكرا تسلم. هذا كيلو. شكرا تسلم. كم حسابك الله يسلمك؟ دينار. دينار تفضل. شكرا تسلم جزاك الله خير. تعطينا بعد من الطماطة بعد مشكل كيلو؟ سوي لها كيلو مشكل طماطم. شوف هذا كيلو. شكرا تسلم حياك الله اختي. كم هذه اخوي؟ هاي دينارين كيلو. وين كيلو؟ وين اوكي تفضل. شكرا حياك الله اختي. شكرا تسلم. الله يسلمك. مع السلامه. حياك الله اختي. السلام عليكم. هلا اختي. شلونك اختي اماني؟ شو اخبارك؟ يسلمك يعطيكم العافيه على هالفعاليه الحلوه. الله يسلمك ويخليك. الله يسلمك. اعزائي المشاهدين معانا الاستاذه اماني ابو دريس المدير التنفيذي لسوق المزارعين البحرينيين في حديقه البديع، وانتم في نهايه الموسم بالنسبه لسوق المزارعين ما شاء الله الاقبال وايد كثير، وكل سنه نشوف يعني خضروات ومحاصيل اكثر واكثر. واليوم اشوف في شيء متميز هني عندنا العسل البحريني. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ؟ هلا دكتوره. شلونكم؟ الله يسلمكم. شو اخباركم؟ هاي كم مشاركه لكم في سوق المزارعين؟ هذه المشاركه الثالثه لنا. اي نعم الحمد لله. من البدايه للحين تطور السوق. اي نعم شيء رهيب. منتجات تطورت ما شاء الله. وانتم استفدتوا اول سنه ننزل العسل. اي نعم. واستفدتوا شيء من المشاريع الداعمه حق المزارعين وحق المؤسسات الصغيره المتوسطه؟ نعم استفدنا من دعم تمكين. اي نعم. حق انشاء الاكوابونيك. اي نعم. وحاليا قاعدين نشتغل معاهم على موضوع المناحل. المناحل. المناحل بروفيشنال. اي نعم اي نعم. ممكن اخذ الله يسلمك واحد من هذه؟ تفضلي. اي كم هذه الله يسلمك؟ 5 دينار ان شاء الله. تفضل الله يسلمك. تفضل. شكرا عيني. موفقين ان شاء الله. الله يوفقك. الحين بتكونوا متواجدين في سوق المزارعين بعد في هورة عالي؟ نعم متواجدين في سوق المزارعين في هورة عالي. اي نعم دائم. شكرا ان شاء الله بعد انتهاء الموسم. اي نعم راح نكون بالتوفيق ان شاء الله. الله يوفقك. مشكورين. تسلموا ان شاء الله. ايامكم كلها عسل. الله يسلمكم. شكرا. مشكوره استاذي ما قصرتي. مشكورين على جهودكم وجهود اداره الزراعه. الشيخ الله يسلمه الشيخ خليفه بن عيسى سعاده الوكيل، يعني فعلا قايم بدور وايد كبير، وبجهودك استاذه ما قصرتي. نتمنى لكم كل التوفيق. مشكوره. شكرا. الله يسلمك ويخليك. حياك الله. الله يسلمك خليك. السلام عليكم يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. هاي المشروم البحريني؟ اي نعم. يعني ما يصير طازج ازيد من كذي؟ لا ما يصير. صح؟ الله يسلمك. قعدت الصبح اليوم. اه ما شاء الله ما شاء الله. وين الله يسلمك مزرعتكم؟ في البرهامه. وانتم اخذتوا اي دعم من تمكين او من بنك التنميه؟ لا. نعم ليش ما تاخذون؟ في لكم وايد يعني تسهيلات ودعم. لنا تسهيلات ودعم كل شيء. ان شاء الله ان شاء الله تاخذونها وتستفيدوا منه. كم الله يسلمك هذه؟ على 700 فلس. تفضل الله يسلمك. تفضل. شكرا ما قصرت. تسلم. شكرا. تسلم. تعطيني كيس لو سمحت. انتم من زمان في هذه المشروع الله يسلمك؟ نعم سنتين. سنتين. وشلون الاقبال عليكم؟ اشوف ما شاء الله كله خلص. خلص. اي نعم ما شاء الله.
يعني اظن بالحجز يمكن يجونا بعد نواب من السعوديه. اي نعم. وياخذون لو وتوردون الله يسلمك حق البرادات الكبيره وغيره. البرادات الكبيره عندنا لو في السوق المركزي. في السوق المركزي اي نعم. وسوق المزارعين في هورة عالي للحين ما شفتكم هنا. لا ما اخذنا معك. ان شاء الله الله يوفقكم. شكرا ما قصر. تسلم. الله معك. مع السلامه. مع السلامه. شكرا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلونك؟ الحمد لله. الله يسلمك. بغيت الله يسلمك حليب الماعز اللوفات والعادي. الصغيرة لو العودة؟ الصغار الله يسلمك نجربه. وبعد هذه الصابون عندكم؟ اي نعم عندنا ثمانية انواع هني. اي نعم. اللي هو في زهرة الربيع اللي هو المرة السادة اللي هو بدون اي عطور. الكوكونات واللافندر والفحم. بغيت الله يسلمك واحد الكوكونات وواحد الساده لو سمحت. ان شاء الله. اوكي. تمام تمام. واليوم في اجبان بعد؟ اي عندنا اللي هو الاجبان. زين بعد باخذ تالي الاجبان. طيب كم حسابنا الله يسلمك؟ 5 دينار. 5 دينار. تفضل. 1 2 ثلاثة أربعة خمسة. تفضل. شكرا. أنتوا في أنت في المزرعة إيش قد صار لك تشتغل في ويا المشروع؟ حاليا أنا توني موسم مال السوق. وعندكم مكان في سوق المزارعين في هورة عالي؟ اي نعم. والمزرعة في وين؟ المزرعة في راس البر. في راس البر. نعم. شكرا ما قصرت أخوي. مع السلامة. شكرا. تسلم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم استمتعنا بمهرجان التوت البحريني وشرينا التوت طازج وبنحضر لكم وصفتين لأن التوت مثل ما تعرفون عمره قصير ولازم نحفظه بطريقة آمنة. فممكن أن نعمل منه مربى التوت أو ممكن أن نعمل منه سوربي التوت اللي هو عبارة عن الفاكهة لما نجمدها مع بعض السكر. واليوم احنا لقينا العسل البحريني فبنستعيد حتى عن القطر أو السكر بنستعيد عنه بالعسل البحريني. عادة إذا ما توفر عندكم العسل فبنعد القطر وهو عبارة كوبين من السكر مع كوب من الماء بنطبخهم مع بعض وبنضيف عليهم عصير تقريبا ملعقة ونص صغيرة من عصير الليمون ونطبخهم ونشيل الشوائب اللي بتكون على سطح السكر ونخليه يغلي أكثر من دقيقتين وشوي علشان احنا نبي قطر غليظ مثل ما تشوفون هنا قطر غليظ يعني شيرة أغلظ من الاعتيادي اللي نستخدمها لكن في وجود العسل بنستغني عن السكر كليا. طبعا هاي العسل البحريني يمتاز بأنه هو عسل طبيعي ومو معالج ما مسوي له باستورايزيشن يعني مو معالج بالحرارة فكل القيمة الغذائية فيه وكذلك اللي هي الأنتي أوكسيدنت اللي هي المواد اللي هي ضد الأكسدة أو ضد الشيخوخة بتكون متواجدة فيه بالكل. فإحنا حين بس حبيت أراويكم شلون وايد مهم إن شلون ننظف التوت وشلون نشيل منه الشوائب. فبنبتدي أول شيء التوت عندنا هني احنا غسلناه طبعا وممكن نحطه في الماء ونحركه عده مرات مع فتح الاصابع عشان ما نفعص الحبات او ما نضغط عليها ونخسر العصير مالها. بالنسبه للشيء الثاني نبي نشيل الاعناق اللي فيه عشان ما تعطينا مروره وقت اللي نستخدمه للتحضير. بناخذ عندنا التوت وبنزيل من الاعناق اللي عندنا هني. طبعا احنا غسلناه ونظفناه شلنا منه الاتربه وحطيناه تحت ماء يجري فاحني بقص الاعناق وبحط التوت هني. طبعا احنا جهزنا لكم مقدار فبس حبيت اراويكم هذه الخطوه. احنا الحين عشان نسوي السوربي او الشربت عندنا 350 جرام من التوت بنخفقهم في مجهزه الطعام وبنحط وياهم العسل وقليل من الماء كذلك بيكون عندنا ماء حوالي كوب واحد ثلاثة أرباع كوب من الماء بنضيف عليهم. ف
فالحين المقدار عاده اذا استخدمت القطر بيكون 3/4 كوب من القطر الغليظ مثل ما قلنا، فبحطه هني 350 جرام من التوت. طبعا تقدرون تضاعفون المقدار حسب ما تحبون. اذا خذيتوا نص كيلو من التوت بتحطون عليه نص كيلو اللي هو 500 جرام، بتحطون عليه كوب وربع من القطر وكوب من الماي. احنا اليوم طبعا مسوين مقدار اقل، فعندنا 350، وبنضيف عليه العسل. بنستخدم العسل بدال القطر، وعادة بنحتاج 3/4 كوب، فأنا فقط بحط نفس الكمية. وممكن يكون حسب الذوق، طبعا حسب نوع التوت، إذا كان حامض أكثر، إذا كان ناضج يكون أكثر، يعني يكون حلاوته أزيد. فالحين ضفنا العسل وبنضيف عليه كوب من الماء. فالحين بنضيف الماء 3/4 كوب، لأن احنا استخدمنا 350 جرام من التوت، وبس بنخفقهم وتالي بنجمدهم. أظن ما في أسهل من كذي، أبسط وصفة وطبيعية وصحية، ودام احنا في الموسم هذه أحسن فرصة إن نشتري التوت في الموسم، سعره يكون مناسب ونحافظ عليه أحسن ما يتلف، لأنه لو خليناه في الثلاجة حتى ثاني يوم طعمه بيتغير. الحين نذوق الطعام ونعدل السكر حسب الذوق باستخدام العسل طبعا او القطر اذا استخدمتوا القطر، وخلاص نجمده ويكون جاهز عندنا. اعزائي الحين بنصب التوت اللي طحناه ويا العسل وقليل من الماي في آلة صنع الايس كريم عقب ما جهزناها، وبنصب التوت هني وبنبتدي نحرك الآلة. وعادة احنا نسوي المقدار بحيث يكفي حق الآلة، لأن الآلة ما نقدر نمليها بالكامل، فنسوي المقدار بحيث يناسب أو ناخذه على مرتين. طبعا إذا بغيتوا تجمدونه بدون استخدام الآلة بنحطه في القوالب بعد نقدر، لكن طبعا بهاي الطريقة تصير حبيبات الثلج صغيرة ويصير ألذ للأكل. بياخذ حوالي 20 دقيقة أو أقل حسب الكمية، حسب نوع الخلطة اللي نستخدمها. الحين أعزائي خلينا ننتقل إلى التوت المثلج بالروب. الحين بنسوي لكم التوت بالروب. بناخذ التوت، عندنا نص كيلو من التوت غسلناه وشلنا منه الأعناق الصغيرة، والحين بنحطه في مجهزة الطعام، وبنضيف له السكر ونخفقه علشان يصير يعني يكون متجانس تماما. ولو حبيتوا بعد ان تستخدمون بعض من التوت الابيض بعد ممكن ان نحط توت ابيض للتزيين، لان التوت الابيض البحريني يعطينا الحلاوه، والاحمر فيه نكهة أكثر وفي الحموضة، فمع بعض يكونون جداً مناسبين لبعض. ولو بغيتوا بعد تستخدمون بدال السكر ممكن نستعمل المربى، مربى التوت. الحين إذا استخدمت أنا السكر بحتاج حوالي 2 كوب و3/4 سكر مسحوق سكر ويا نص كيلو من التوت. إذا استخدمت المربى حق كل 445 جرام من المربى أحط ويا النص كيلو من التوت وأضيف لها 2 كوب فقط سكر، يعني استبدل 1 كوب من السكر بالمربى، لانه هو ياخذ تقريبا 3 اكواب، 2 كوب و3/4 إلى 3 اكواب حسب نوع التوت. فاحنا اليوم بنستخدم السكر وبنخلي المربى، لان نبي نعطيكم اكبر يعني قدر من الاختيارات حق تحفظون التوت في موسمه وتحتفظون فيه وتستمتعون فيه حتى بعد الموسم. فانا هني بحط السكر، بحط 2 كوب و3/4 مع التوت، واحط المسحوق لانه يسهل لي يصير اسرع، واذا بغيت زياده اضيف قليل حسب الاحتياج، لان احنا نتعامل مع منتج طبيعي، ساعات يكون اكثر ناضج ساعات يكون اكثر حامض، يختلف حسب الذوق وحسب ما انتم تحبون. طبعا احنا لما نحضر هاي المثلجات في البيت نعرف بالضبط شنو فيها، نقدر نتحكم في كميه السكر اللي فيها، وبالمناسبه لان دي الوصفه ما راح نسخنها بالمره، ففي هالحاله احنا نقدر نستخدم السكر البديل إذا كان واحد عنده
وضع صحي لا يسمح له باستخدام السكر، وبما أنه ما بنسخن فمعناته بيكون بديل أكثر أمناً من أن نستخدم بديل السكر ونسخنه، لأنه في أبحاث تقول أن هذه ممكن يكون له آثار سيئة. فحين أنا بين ما هذه يخفق مع بعض بنذوب الجيلاتين، نحتاج جيلاتين عشان نخلي الروب مع التوت يمسك مع بعض. الحين عندنا هني بعد ماي مغلي، بناخذ من الماي المغلي بنضيفه على الجيلاتين. أنا عندي ملعقة أكل ونص من الجيلاتين البقري الصافي، فبضيف عليه حوالي ملعقتين إلى ثلاثة من الماء المغلي، ملعقة أكل، وبخلطه. ممكن نذوبه في حمام مائي بس هاي الطريقة أسهل وأسرع لنا وبتعطينا نفس النتيجة، بس نشتغل بسرعة علشان ما يتكتل الجيلاتين. الحين الجيلاتين مثل ما تشوفون صار ذايب، لازم نشتغل شوي بسرعة لأن الجيلاتين يتماسك، بس بوجود الماء الحار راح يخليه في الطريقة اللي احنا نبيها. هذه عندنا الروب، احنا استخدمنا 6 علب، كل علبة زنت 170 جرام، يعني يطلع المجموع 1020 جرام حق الكمية نص كيلو من التوت البحريني، فبضيفهم هني. الألوان روعة والريحة بعد فظيعة. الروب فيه فوائد كثيرة، فيه الكالسيوم حق العظام، وكذلك حق عملية الهضم في البكتيريا المفيدة. وبالنسبة للتوت، التوت في ألياف، هي ألياف ذائبة وفي ألياف اللي غير ذائبة، والألياف الذائبة تساعدنا بالنسبة لتحمي غلاف الأمعاء من الداخل، تغطيه بطبقة هلامية تمنع امتصاص السموم، وكذلك الألياف غير الذائبة تخلي حركة الأمعاء أسرع، فبهذه الحالة تقينا من أي أشياء اللي ممكن تخلي حركة الأمعاء تكون بطيئة، فإذا في أي سموم تبقى مجاورة أكثر لجدار القولون أو جدار الأمعاء وتسبب لنا الأمراض. كذلك التوت يعتبر مضاد للأكسدة، وهو طبعاً وايد مفيد حتى يحارب الشيخوخة، ومصدر ممتاز لفيتامين سي اللي هو فيتامين سي فيتامين جي. الحين أعزائي بنضيف الجيلاتين اللي ذوبناه في الماء الساخن، وبنضيفه في خط رفيع علشان ما نبي الحرارة تدخل على طول على الروب عندنا وتأثر عليه. هذه بيربط لي الروب ويا التوت ويصير تالي مثل قوام الآيس كريم. الحين ممكن أحرك أكثر. هذه بيكون عندنا التوت المثلج بالروب جاهز، بنحطه في ماكينة صنع الآيس كريم. إذا ما توفرت عندكم ماكينة صنع الآيس كريم أعزائي، تحطونه في الفريزر في المجمدة، وعقب نص ساعة تضربونه بالخلاطة مال اليد، بخلاطة الكيك، وكل نص ساعة تضربونه لحد ما تصير حبيبات الثلج عندنا صغيرة، وهذه اللي احنا نحتاج له. فإذا بغيتوا بعد تستفيدون من الوقت تقدرون تبردونه. طبعاً هو الحين احنا استخدمنا الروب بارد فما في إشكال، فمجرد نخليه نص ساعة في داخل الفريزر وعقب نضربه، وكل ربع ساعة نطلعه ونضربه، نعيد العملية حوالي 4-5 مرات، كل ما سويناها أكثر بيعطينا نتيجة أقرب للآيس كريم، لكن طبعاً ماكينة الآيس كريم تعطينا نتيجة أفضل بكثير. ممكن بعد نفس الشيء نجمده في القوالب مثل ما شفتوا هني، يمكن العيال ما يحبون ياكلون الروب، لكن لان حطينا وياه التوت بيقبلون عليه وبيشوفونه مذاق ثاني وبيستمتعون بفوائد الاثنين، الروب ويا التوت. أعزائي خلينا ننتقل للتقديم ولكن بعد الفاصل. الحين أعزائي احنا جاهزين حق نقدم آيس كريم، نوعين من الآيس كريم باستخدام التوت، الشربت اللي هو فقط توت وعسل سويناه مع بعض، والثاني اللي هو التوت بالروب. أنا حطيت الأكواب اللي بنستخدمها حق التقديم في الفريزر على أساس أنه تخلي لنا التوت محافظ على برودته، لأن الحين إحنا عشان ما يسيح بسرعة فنحط الكوب بكبرة في الفريزر. فنقدر نبتدي بواحد أول، نبتدي بالروب.
طبعا احنا خليناه يتجمد لمده ليله عقب ما جمدناه في الماكينه مال الايس كريم. نخليه الافضل شيء نخليه لمده ليله ونغطيه تماما عشان ما ياخذ ريحه من الفريزر. تشوفون لونه شلون جذاب وطعمه بيكون لذيذ، وتقدرون تتحكمون في السكر وفي اي شيء تحبون تحطون حسب ذوقكم. ونقدر نزينه بالتوت الأحمر والتوت الأبيض مثل ما تشوفون هني، نوعين التوت البحريني، وبعد في نوع بالوسط في الوسط بين الاثنين. بنجمله بالأبيض والأحمر، وممكن نحط عليه أوراق النعناع بعد إذا بغينا أو الريحان. وبناخذ الثاني الشربت اللي سويناه مثل ما تشوفون هني، بعد نشيل منه الغطاء الحين ممكن نحط الجلاس الثاني. نستخدم طبعا هاي يكون قوامه مختلف، يختلف عن قوام الثاني لانه ما في جيلاتين وما في بعد الروب يعطينا اكثر مثل ما نقول يكون كريمي اكثر، لكن وايد يكون طعمه فريش وخفيف وفعلا لذيذ بدون ما يكون ثقيل. فهاي عندنا شربة الروب، فهاي عندنا شربة التوت البحريني مثل ما تشوفون. والحين بنزينه كذلك بالتوت الأحمر وبأوراق النعناع. وبعد بنحط شوي من التوت الأخضر عشان يكسر اللون. طبعا التوت الأخضر يمتاز بحلاوته، في حلاوة شديدة. وإذا كنتم متحيرين استخدموا التوت الخليط لأنه في توت بين الاثنين. فهاي واحد وهاي الثاني. ممكن نحط ورق نعناع نجمل فيه زهرات النعناع في الوجه. طبعا بعد نعناع بحريني بعد من سوق المزارعين. هذه أعزائي وصفتيننا اليوم لحفظ التوت في موسمه. أعزائي نكون كذي خلصنا وصفتيننا للتوت البحريني، التوت بالروب وشربة التوت، وصفتين سهلتين ممكن تستخدمونها عشان تستمتعون بطعم التوت الطازج حتى في غير موسمه. فإن شاء الله تنفذونها. ما استخدمنا مواد حافظة، ما استخدمنا أصباغ، وهني استخدمنا عسل، ما استخدمنا حتى سكر، كله عسل بحريني مع التوت البحريني. إن شاء الله أعزائي تستمتعون فيها، وإن شاء الله أيامكم كلها توت وعسل.